مرحبا بكم في أخبار اليوم، معكم محمد العومي مقدم البرنامج فرجة ممتعة في قناتكم كوكب الفن. زيجات مشاهير كشفت بصور وفيديوهات على السوشيال ميديا. نورة علي باطمة قدوة الأولى وكنحمق عليها لكنها تستحق العقاب. نشطاء يشككون بإصابة نادين نجيم والأخيرة تنفجر غضبا. كارينا كابور وسيف علي خان ينتظران مولودا جديدا. ميغان ماركل ستعود للتمثيل، ظهورها الأول يقدر $50 مليون. زيجات مشاهير كشفت بصور وفيديوهات على السوشيال ميديا. محمد عساف من دون أي سابق إنذار انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل زفافه الذي أقيم في دبي من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ريم عودة. غادة عبد الرزاق أعلنت غادة رسميا من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز هيثم زانيتا من خلال فيديو نشرته عبر الانستغرام للزفة التي أقامتها لها النجمة دينا في كواليس تصوير المسلسل. فارس كرم ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني وتدعى هبة عزيز، كما تم تسريب صور لعروسه التي تعمل كمدرسة. ريهام حجاج فوجئ الجميع بانتشار صور لها مع محمد حلاوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يعلن ارتباطهما، ما دفعهما للإعلان عن زواجهما رسميا. أحمد الفيشاوي أعلن زواجه من ندى الكامل من خلال نشر صورة لهما على حسابه في الانستغرام، علق عليها بالقول زوجتي. نورة علي باطمة قدوة الأولى وكنحمق عليها لكنها تستحق العقاب. أكدت الفنانة نورة علي أن دنيا باطمة بمثابة قدوة بالنسبة لها. بعيدا عن حياتها الشخصية ومشاكلها الجانبية، باطمة كفنانة وكصوت تضيف لا نقاش فيهما. وأشارت المتحدثة في حوار لها مع أحد المجلات الإلكترونية أن الحياة الشخصية للأشخاص تخصهم ولا يمكن النبش وتصديق كل الأقاويل، بل يجب دائما الاحتكام للقانون الذي يبث في كل النزاعات، لذلك لا يمكنني الحديث عن موضوع إدانتها. وأبرزت نورة أن دنيا كصوت كنحمق لها وكتعجبني بزاف، ثم كونها إنسانة قوية فرغم كل الأحداث وحملها وما وقع لها لا تزال تتواصل مع متتبعيها عبر الإنستغرام، مؤكدة أنه لو ثبت تورطها في ملف حمزة منبيبي يجب أن تعاقب. نشطاء يشككون بإصابة نادين نجيم والأخيرة تنفجر غضبا. بتنا نسمع بشكل يومي عن التنمر الذي يطال النجوم والنجمات والذي يؤثر بشكل أو بآخر على نفسيتهم، وكأننا أمام فضاء مفتوح على الأذى وتلقي كل أشكال العنف والإساءة. ومؤخرا شكك كثيرون بصحة كلام النجمة اللبنانية نادين نجيم حول تضررها من انفجار مرفأ بيروت، معتبرين أنها خضعت لعملية تجميل وليس كما تدعي أنها كسرت أنفها. جاء ذلك بعدما نشرت النجمة أول صورة لها بعد الانفجار، إذ اعتبر أحد النشطاء أن شدة اللون الأزرق تحت عينيها يشير إلى أنها أجرت عملية تجميل لأنفها. أما الصحفي إيلي باسيل فقد سخر منها، معتبرا أنها كتب لها عمر جديد ووجه جديد، وهو ما دفع النجمة اللبنانية لتنفجر غضبا على هؤلاء الذين اعتبرت أنهم عديمو الرحمة والإنسانية، كما وصفتهم بأسوأ الأوصاف والعبارات. وأثارت ردود أفعال النجمة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من تضامن معها وبين من اعتبر أنها بالغت بردة فعلها، وخاصة أن الفنان يجب أن يكون قدوة للآخرين.
كارينا كابور وسيف علي خان ينتظران مولودا جديدا. أعلن النجم العالمي سيف علي خان خبر انتظاره مولودا جديدا من زوجته النجمة العالمية كارينا كابور، وذلك من خلال نشر بيان قال فيه: يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا، شكرا لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا. لتنهال بعد ذلك التهاني والتعليقات من الأصدقاء والمقربين. وقامت كارينا كابور بدورها بإعادة نشر تلك التهاني عبر خاصية أسطوري على حسابها في الإنستغرام. ويعد المولود الجديد هو الثاني في حياة كارينا كابور البالغة من العمر 39 عاما، وزوجها سيف علي خان إذ لديها طفل واحد اسمه تيمور سيكمل عامه الرابع في ديسمبر من هذا العام. يذكر أن كارينا كابور تنحدر من أسرة جميع أفرادها مشهورين، وهي عائلة كابور العريقة، فهي حفيدة الممثل وصانع الأفلام راج كابور، وأختها هي الممثلة كاريشما كابور التي كانت من أبرز ممثلات التسعينيات. إضافة إلى ذلك فوالدها رانذير كابور ممثل، وعمها ريشي كابور ممثل ناجح منذ السبعينيات حتى الآن. لذلك نجاح عائلتها وشهرتها سهل على كارينا دخول عالم التمثيل واحترافها. ميغان ماركل ستعود للتمثيل، ظهورها الأول يقدر $50 مليون. يبدو أن دوقة ساسكس ميغان ماركل تخطط للعودة إلى الشاشة الكبيرة بحسب منتجي الأفلام في هوليود، الذين زعموا أن الممثلة السابقة قد تكسب أكثر من $50 مليون مقابل ظهورها الأول. وستكون عودة ميغان ماركل إلى التمثيل من أكثر مصادر الدخل المربحة للزوجين، الذين حصل على قرض بقيمة 7.25 مليون جنيه استرليني لشراء منزلهما الجديد في منطقة سانتا باربارا الذي يقع بالقرب من هوليود. وقال المخرج الهوليودي بول فيج الذي قدم العديد من الأفلام: إن منتجي الأفلام يتدافعون الآن للعمل مع الدوقة البالغة من العمر 39 عاما. وكشف بول فيج إنه يتمنى العمل مع ميغان، وقال: أعتقد أنها رائعة، أود أن أعمل في فيلم معها، أنا من أشد معجبيها. وقال البروفيسور جوناثان شاليت رئيس مجلس إدارة إنتي تالنت: أعتقد أنها تمتلك قاعدة جماهيرية لا يستهان بها في أمريكا وجميع دول العالم، ومهما كان الدور الذي ستقدمه فإن الجميع سيرغب بمشاهدته. وحول الأجر المتوقع أن تتقاضاه في أول فيلم لها قال: نحن نتحدث عن مبلغ يقدر $50 مليون، أي ما يعادل 38 مليون جنيه استرليني، سيكون الناس مفتونين بعودتها إلى الشاشة. أضاف: إذا عادت إلى مسلسل سويت فسيصبح حينها من أكبر المسلسلات التلفزيونية في العالم. النجم يحصل على أجره مقابل الإيرادات التي يحققها في شباك التذاكر، لا يتعلق الأمر بجودة التمثيل. ويعتقد البروفيسور شاليت أنه سيتعين على ميغان اختيار النجم الذي سيشاركها البطولة بذكاء لتكون عودتها ناجحة، وأوضح قائلا: إذا وافق ويل سميث أو توم هانكس على مشاركتها البطولة فهذا سيمنحها النزاهة والمزدهرة أمام الجمهور. وكانت ميغان ماركل قد قالت في مقابلة افتراضية قبل أيام: إنه من الجديد أن تعود للوطن، وهاجمت الصحافة وصفتها بالشائنة، مشيرة إلى أنها والأمير هاري يعتقدان أن العديد من وسائل الإعلام تركز على التفاصيل الشريرة والسيئة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.